الصندوق الاجتماعي للتنمية بيقدم مجموعة من الخدمات المالية والغير مالية زي تمويل المشروعات الصغيرة، وده عن طريقين، يا إما من خلال مكاتب الصندوق الاجتماعي المنتشرة في كل محافظات الجمهورية أو عن طريق البنوك أو الجمعيات الأهلية. ولو عايز قرض، دي أهم المستندات المطلوبة: صورة من رقم قومي، فيش وتشبيه والموقف من التجنيد، صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري، عقد إيجار أو إيصال كهرباء. وللمشروعات الصناعية هتحتاج ترخيص لمزاولة النشاط. الصندوق الاجتماعي للتنمية بيساعدك انك تختار الطريقة المناسبة علشان تمول مشروعك. ابتدي واحنا معاك على رقمنا 16733. سنة 91 ظهر في مصر حاجة اسمها الصندوق الاجتماعي للتنمية. فكرة هذا الصندوق ايه؟ لو اي شاب او مستثمر صغير عايز يعمل مشروع، بيسموها في الاقتصاد مشروعات صغيرة او متناهية الصغر، يعني اقل من الصغيرة، عايز ياخد 5000 10000 باسعار زمان لحد 50000، يروح يجهز فكرة المشروع دراسة الجدوى ويعدي على حاجة اسمها الصندوق الاجتماعي للتنمية. كانت الفكرة ايه؟ ان الحكومة ترفع ايديها عن توظيف الناس في دواوينها وتشجع القطاع الخاص. لكن فات 22 سنة أو 23 سنة أو ربع قرن على هذه الفكرة، وعانى كثير جدا من الشباب اللي تعاملوا مع الصندوق، خاصة من التعسف في الطلبات. وأنا بالمناسبة كنت أحد هؤلاء الشباب في منتصف التسعينات، وأذكر أن أنا رحت للصندوق كان عندي فكرة مشروع يتعلق بالعمل الصحفي وكده، طلعوا عيني وفي الآخر اللي هو نظام يعني إيه، عايز أبوك الميت يجي يضمنك يعني. طيب، هل الصندوق بعد ثورتين مش لا تزال الافكار دي سائده فيه، ولا لازم فكره بقى يتغير؟ على عيننا وعرسنا كصندوق اضمن فلوسك، بس الفلسفه بتاعت شغلك اللي انت اتعملت عليها ان انت مش زي بقيه البنوك، انت لا تهدف للربح، انت تهدف الى ان انت تولد عشرات او الاف فرص العمل. الحكومه مشكوره، او وزير الصناعه والتجاره مشكور منير فخري عبد النور جه يغير رئيس الصندوق واختار رئيس صندوق جديد. عجبني في هذا الاختيار وانا بقرا سيره او السيره الذاتيه للرئيس الجديد، انه جاب شخصيه عملت في واحد من اكبر البنوك المصريه، البنك الاهلي المصري، وعملت في اطار او دائره او اداره المشروعات التنمويه او المشروعات الصغيره، عندها خبره في هذا المجال. يعني جايبين واحدة من أهل الاختصاص، أهل الخبر، وراحوا ممسكينها رئاسة الصندوق اللي هي ضفت النهاردة. سيرة ذاتية طويلة عريضة تستحق أنها تقعد على رئاسة مجلس الصندوق. أنا جايبها هسألها كم سؤال، لكن طبعا كل حضراتكم في مختلف محافظات الجمهورية، اللي ليه مشروع، اللي ليه مشكلة، اللي عنده فكرة يطورها، تعالوا نروح لأستاذة سهى سليمان الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنميه، ونرحب بيها الاول. مساء الفل. اهلا وسهلا، والف مبروك عليك المنصب. الف شكر يا فندم. كان احسن لك البنك ولا الصندوق؟ يعني لا، ما ينفعش اقول احسن لي البنك. يعني الصندوق بيبص من منظور مختلف شويه عن منظور البنك، بس كانت تجربه البنك لازم تحصل عشان اكون موجوده في الصندوق. انا كنت ببص للمشروعات الصغيره والمتوسطه من جنب الترابيزه الثاني، حاليا انا النهارده جوة. عارفه المشاكل، فانا جايه وعارفه انا مطلوب مني ايه. خلينا نبدا، الصندوق الاجتماعي اتعمل ليه ويروح لمين؟ الصندوق الاجتماعي زي ما حضرتك تفضلت انشئ بقرار سنه 91، كان الهدف منه تجنب الاثار الخاصه ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، خصخصه وبيع القطاع العام. بالظبط، خصخصه وبيع القطاع العام، وعلى اساس ان هو يكون شبكه امان اجتماعي واقتصادي، وبالتالي من الاصل ان هو يحد من الفقر والبطاله زي ما حضرتك قلت، وتنميه الاقتصاد المصري. وكمان اهم حاجه ودي انا باكد عليها عشان دي ليها دلوقتي يمكن عنايه خاصه،
الفئات المهمشة من المجتمع، عملية بيسموها inclusive growth، يعني معنى كده ان هو ان انا اضمن النمو على كافة شرائح المجتمع واخص بها الفئات اللي كانت مهمشة مش فئة معينة، الفئة العليا. طيب فلوس الصندوق بتيجي منين؟ طيب انا مبدئيا عايز اشكر حضرتك على الحلقة دي عشان كذا سبب. الحقيقة يعني اول سبب طبعا، وتاني سبب ان انا اللي بقدمه طبعا اكيد يا فندم. لا كذا سبب. السبب الاولاني ان احنا يعني بيتم اتهامنا في اشياء كتير منها محتاجين نتحسن فيها، ولكن اجزاء برضو كتيرة مش سهلة، خاصة ببعض الاتهامات اللي يمكن باطلة شوية. فانا حابة ان اول لقاء ليا الحمد لله، وده اول زور لحضرتك بعد توليك المسؤولية. مظبوط. وبشكرك انك شرفتينا فعلا. لا يا فندم على ايه، ده شرف ليا. بتكلم على الفلوس. الفلوس بقى جايالك منين؟ الفلوس كلها موارد خارجية. نعم. يعني 100% جهات خارجية. جهات التمويل الخارجية، يعني انا في اللقطة اللي احنا فيها دي احنا عندنا حوالي ما يعادل 11 مليار جنيه مصري اجمالي التمويل الموجود بالصندوق الاجتماعي. طب عفوا، 11 مليار دول تحت ايديكي نقدا ولا طالع منها فلوس، ولا ده اجمالي اللي جه من سنه 91؟ ده لا، حاليا ده اجمالي التعاقدات اللي مع جهات اجنبيه. يعني هيدخل لنا ولا دخل لنا خلاص؟ اقول بقى لحضرتك، ال 11 مليار دول متقسمين ل 8 مليار ونص، دي عباره عن قروض انا باخدها من مؤسسات دوليه. نعم. وبالتالي انا كمان مطالبه ان انا اسدها، زائد كمان الفايده اللي على الكارت. اوكي، هي اجال طويله الحقيقه، فبتدي تيسيرات شويه، ولكن هي قروض مضطره ان انا اسدها وكمان ادفع فوقيها نسبه الفايده. القرض مدته كام سنه وفايدته كام في الميه سنويه؟ هي بتتراوح، لان ما اقدرش ادي حضرتك كل القروض. يعني في عندنا قروض بتبقى 6 سنين 10 سنين 15 سنه، في بعض طيب. الاجال بتوصل لاكثر من 20 سنه. الفوائد برضو ظروف الصندوق، هي عباره عن الصندوق ده عباره عن مرايه تعكس الحاله الاقتصاديه والسياسيه للبلد، بمعنى ثقه المجتمع الدولي فينا طبعا. نعم. احنا بيتم تصنيفنا كبلد وبيتم تصنيفنا كمؤسسات، فبالتالي التصنيف هو اللي بيحدد تسعير القرض اللي انا باخده من المؤسسات الدوليه. نعم. فبالتالي هنلاقي ان الاسعار دلوقتي زادت شويه. نعم. زياده طبعا، يعني احتمال ان شاء الله باذن الله احنا ابتدينا دلوقتي في حاله من نقول الهدوء. نعم. حاله الهدوء دي هتنعكس بعد كده ان شاء الله في اقراض بشروط احسن. بس اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان ال 8 مليار ونص دول ما هماش كلهم متاحين لدي انا. ال 8 مليار ونص انا عندي منهم حاليا حوالي 6 مليار جنيه هو المتاح. وال 2 ونص؟ الباقيين، ما هو احنا في شروط للصرف من الجهات المانحه. لا، ما الفلوس جات لك 8 ونص خلاص؟ لا، ال 8 ونص تعاقدات. يعني انا بمضي عقود ب 8 مليار مع الصناديق الدوليه او المؤسسات الدوليه. بالظبط. جالك منها دلوقتي 6؟ جالي منها حوالي 6. نعم. شغلت منها الحمد لله حوالي 5 مليار. يعني عملت اديت قروض لمستثمرين شباب صغيرين دول 5 مليار جنيه. بالظبط. نعم. يهمني اكتر من ال 5 مليار، يهمني ال 5 مليار دول اتوزعوا ازاي. عشان ما انا ممكن اقول 5 مليار ويطلعوا كلهم مشروعات، يعني مش اللي مستهدفه فعلا. انتوا رجال اعمال ياخدوهم ويعملوا مشروعات سياحيه. مش كده؟ فاحنا يهمنا قد ايه منهم صغير وقد ايه منهم متناهي الصغر. تعالي نكلم بعض في الضوابط، بمعنى مين اللي مسموح له يجي للصندوق وياخد قرض؟ اي مواطن، اي مستثمر؟ اي مواطن من حقه ان هو يجي ياخد قرض، بشرط انه يكون عنده الاهليه القانونيه، حسن السير والسلوك، مستوفي الخدمه العسكريه. طبيعي كل الحاجات دي، طبيعي كل الحالات دي. لو المشروع اكبر شويه بنطلب يكون في المام بالقراءه والكتابه. يعني ده انت مش هتقرضيني كده قرض اروح اجوز بنتي ولا حاجه؟ لا، احنا كل القروض لازم يبقى عندي مشروع. طيب. احنا لا نمول تجزئه او. نعم. افراد. نعم. يعني مش سلع، يعني انا مش بجيب سلع، احنا بننشئ مشروعات. السبب منها ايه؟ تشغيل، نشغل الشباب. ما حضرتك عمال بتتكلم من فتره وقاعده عماله بشوف انا في في البريك، الحقيقه المداخلات كلها مداخلات على فرص عمل. نعم. المشاكل اللي عندنا في البلد هي كلها مشاكل فرص عمل. نعم. فاحنا بنهتم اكتر بان هو يكون مشروعات. القانون الصندوق بيعمل مع المشروعات. طيب، هيجي لحضرتك شاب اتنين تلاتة معاهم مشروع، انتوا بتدرسوه بقى مثلا
ولا هقول لحضرتك بقى. الصندوق الاجتماعي فيه ثلاث مراحل. المرحلة الأولانية شاب ما عندوش فكرة وما عندوش فلوس. نعم. دي بتهيألي دي أصعب حاجة بقى. طبعًا. يعني لا فكرة ولا فلوس. يعني ودول كتار. الشاب اللي ما عندوش فكرة وما عندوش فلوس برضو أحب أنوه يعني عشان الناس كلها فاهمة إن الصندوق الاجتماعي هو جهة للإقراض. الصندوق الاجتماعي جزء من خدماته هي الإقراض. ولكن الجزء الأكبر اللي هو جزء تنمية المجتمع وجزء تنمية المجتمع بيبقى فيها خدمات غير مالية وتنمية مجتمعية كتيرة جدا يمكن الناس ما تعرفش عنها. الخدمات الغير مالية اللي احنا بنتكلم فيها هو ان انا عندي مثلا حاليا متوفر لدي 262 دراسة جدوى جاهزة. دراسة جدوى انتوا اللي عاملينها كصندوق؟ معمولة احنا اللي عاملينها. ومعمولة صح. معمولة صح يعني ومدروس فيها السوق. ان انا اخدها من الالف للياء جاهزة. بالظبط. محتاجة تحديث، حدثنا منهم 60 دراسة وجاري تحديث الباقي. طب الدراسات دي موجودة على الانترنت على موقع؟ الدراسات دي يا فندم موجودة في المكاتب. احنا الصندوق الاجتماعي. طب ليه ما بتحطهاش على الانترنت؟ احنا الحقيقة عندنا صفحة بتاعت الانترنت وصفحة فيها انتر اكشن كبير، ولكن الفترة الجاية ان شاء الله هيكون في تفاعل اكتر مع الجمهور. لا انا قصدي انا شاب قاعد في الصعيد اجيلك ليه واخد الدراسة؟ ما انا عندي مكاتب في الصعيد برضه. اروح واخد يدوهاني على طول دراسات الجدوى؟ بالظبط. ولا بفلوس؟ لا من غير فلوس. من غير فلوس. طيب. بالزبط. يبقى ده اول جزء من نشاط الصندوق ان هو بيعمل دراسات جدوى. طيب بس للمشروعات. نكمل بقى صاحب المشروع اللي جالي اللي هو عنده ما عندوش فكره وما عندوش فلوس. فلوس. فانا ما عندوش فكره، انا هوفر له الفكره. لان حاجه اقول له انا عندي دراسات، انت موقعك فين بدايه؟ دي البدايه. البدايه اشوف المحافظه بتاعته بيتميز بايه؟ يعني كل محافظه زي ما حضرتك عارف ليها خصائص طبيعيه وليها تنوع حسب يعني مناخها، واذا كانت مشروعات زراعيه اكتر، اذا كانت مشروعات حرفيه يدويه. فبنبتدي نحدد كل محافظه ايه هي المشروعات اللي موجوده فيها. ابتدي اخرج من عندي المشاريع الخاصه بهذه المحافظه اللي عندي دراسه جدوى ليها. حاجه اقول له اتفضل دي دراسه الجدوى اللي موجوده، يبقى انا هنا النهارده ساعدته بالفكره. نعم. تمام. والفكره فيها جدوى ماليه، ودي حتى لما بيكون ساعات عنده الفكره ما يمكن ما يكونش عنده الجدوى الماليه. نعم. اديته الفكره والجدوى الماليه بتاعتها، يبقى كده ناقصنا ايه؟ ناقصنا الفلوس. الفلوس بنحاول بنشوف بقدر الامكان هو يقدر يحط كام كمبلغ. توفر لديه مثلا رقم او مبلغ صغير جدا، بنحاول يعني نحاول ننشر شويه ثقافه انك مش لازم تدخل لوحدك. كل شاب مش لازم يدخل لوحده على فكره. الشاب ممكن تبقى مجموعه من الشباب، خمسه سته يشاركوا في المشروع. بالظبط. تعالى حضرتك شوف النهارده الصندوق الاجتماعي لما بيمول اي مشروع بيمول قد ايه تقريبا قيمه التمويل. عايز اعرف من حضرتك الحد الادنى والحد الاقصى للفرد. هو انا قبل طبعا ما اقول ده محتاجه في جزئيه برضه عشان الناس تبقى عارفه مين هي المشروعات الصغيره اللي احنا بنتكلم عليها ومين هي المشروعات المتناهيه الصغر. بعد قرار رئيس الجمهوريه سنه 91 بانشاء الصندوق كان في قانون صدر في سنه 2004 وهو اسمه تنميه المنشات الصغيره. وطبعا من اسمه تنميه حاجه وتمويل شيء تاني خالص. نعم. التمويل هو اتاحه المال فقط. نعم. لما بنتكلم على تنميه احنا بنتكلم على اتاحه المال، الدعم الفني، ووجود الصندوق الاجتماعي كداعم من بدايه، من قبل ما يفكر في الفكره بتاعت المشروع، وحتى ان اقدر احوله الى مشروع متوسط ومشروع كبير، وهو الدعم اللي المفروض الصندوق بيوفره. المشروعات تبع التعريف بتاع القانون بتاع 2004 هو ان المشروعات متناهية الصغر هي اللي رأس مالها اقل من 50,000 جنيه مصري. ده اسمه مشروع متناهي يعني صغير خالص. ده متناهي الصغر. 50,000 جنيه. اي حاجة اقل من 1000 ل 50,000. بالظبط. ماشي. من 50,000 لحد مليون ده انا بعتبره مشروع صغير لانه اكبر شوية. يسمى مشروع صغير اللي اللي يعمل مشروع ما هو بدايته 50,000 يعني برضو يعني. طيب. خلينا احنا اهم حاجه بالنسبه لنا مش التعريف قد ايه، احنا اهم حاجه ايه هي الشريحه اللي احنا بنمولها. طيب. مستهدفاتنا في اي شريحه. مش مهم، انا ممكن التعريف يبقى واسع شويه بس انا عندي مستهدفات ان انا امول متناهي الصغر شرايح صغيره. يعني حضرتك كصندوق هنا مستهدفه الفئه من ال 1000 لل 50,000 بشكل اساسي اللي هو متناهي الصغر. بالظبط. اما المشروع الصغير فهو من 50,000 لمليون، لا يزيد فيه عدد العماله عن 50 عامل. ده تعريف القانون.
لا يزيد في عدد العمالة عن 50 عامل، يعني أكتر من 50 عامل خلاص ده مشروع كبير بقى. فده مبدئيا ده التعريف. احنا برضو عشان ما ننساش التفريع اللي احنا قلناها، احنا قلنا الشاب بيجي لي يا اما ما عندوش فكره وما عندوش مبلغ من المال، فدي احنا كده ساعدناه، حاولنا ننشر معاه فكره ان هو يدخل معاه عدد من الشباب. طب بتديلهم كام؟ هديله كام بقى؟ هديله مبدئيا نسبه مساهمتي انا كصندوق اجتماعي بتصل الى 75% مثلا او 80% من المساهمه في المشروع ذاته. طيب تمام، 75% من المشروع بفايده كام في السنه؟ طيب قبل الفايده كام نقول؟ لا انا بقى عايز اجابات. حاضر. لان حاضر. انت بتوهيني كده. لا لا لان انا لسه داخلك على ام محمد اللي بتعمل حله محشي وبتبيعها في العتبه، وده مشروع متناهي الصغر. طيب تقدر تعدي عليك وتدي لها فلوس؟ تقدر تعدي عليا وادي لها فلوس، بس برضو يا فندم انا عايزه اقول للناس اهو على الهوا، المشروعات اللي احنا بنمولها لما بنعيد الاقراض دي عباره عن قروض جايه لي من جهات دوليه، انا بسددها مش فبالتالي هي بتسدد عشان لازم تضمني. بصراحه يا فندم انا بسمع شكاوي كتير جدا من المواطنين، والحقيقه انا بدخل على الفيسبوك على طول، طول ما انا قاعده انا داخله على الفيسبوك وبشوف الانتر اكشن بتاعت الناس بيقولوا ايه. فبلاقي انتوا مش عندكم منح، ما تدونا الفلوس واحنا نعمل بيها المشاريع، مش لازم نسدد. المنح موجودة، احنا عندنا منح بس متحددة احنا بنستخدمها في ايه، لكن ما يعاد اقراضه هو اصله قرض بفايدة. نعم. الفوايد اللي احنا بنحطها على المشروع انا بستلف منك ال50,000 كشاب بعمل مشروع، هتاخدي كم في السنة على ال50,000؟ الفايدة يعني كم في المية؟ احنا الفايدة في المتوسط هي عبارة عن 5% مقطوعة. 5% مقطوعة يعني على ال50,000 2500 جنيه في السنة بالظبط. شك براكب زي ما بيقولوا، شك براكب يعني مفيش مصاريف إدارية. لا ما حضرتك احنا مش بنك عشان يبقى فيه مصروفات، مفيش بقى فتح مش عارف ايه ظرف لا 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 مفيش خالص، مفيش كلام خالص. نسب الفساد والرشاوي، الموظف اللي هينزل يستقصى ويعمل. لا حضرتك كنت بتقول ان في بعض المشاكل في المحليات احنا بنواجهها برضو. ولكن انا شايفه في دعم من الحكومه الحاليه، يعني بصراحه. لا مش انت بتبعتي موظف من عندك ينزل لي يعين المشروع؟ ما جاليش شكاوي كده الحقيقه، يعني ما جاليش شكاوي ان حد قال لي ما ينفعش يجي يقول لي ظبطني في 500 جنيه وامشي لك الملف. والله وارد، بس لو وارد حاجه زي كده معلش انا بطالب كل شاب راح للصندوق الاجتماعي على طول. اي شاب بيروح للصندوق الاجتماعي وبيحصل فعلا ان حد بيطلب منه فلوس، لو سمحتوا يا جماعه حرر محضر ضده، ما تسكتش. لا ونقول له ان المحضر ده مش هيضيع فرصتك انك تاخد القرض. لا يمكن لا يمكن. الحقيقه انا فاتحه باب الامانه العامه بالصندوق الاجتماعي في محي الدين ابو العز، اي شكاوي بتجيلي بتوصل لحد المكتب. قسم الشكاوى النهارده يعني منه ليا على طول. طب لحظه، واحد بيعمل معاكي كم موظف في الصندوق؟ يعني حوالي 1200 1100 وشويه. الصندوق ليه فروع في كل محافظات مصر؟ كل محافظات مصر 31 فرع، يعني احنا اكتر من عدد المحافظات ال 27 عشان القاهره الكبرى العاصمه يعني. بالظبط. كل ال 1300 دول معينين؟ 1200 معينين. متوسط مرتباتهم جيدة؟ لا مش يعني معقولة، مش متوسطها معقول. ونوعية التخصصات اللي بيشتغلوا فيها؟ يعني جاي لك خريجين ايه؟ قانون، علوم، إدارة؟ كافة التخصصات عندي. ليه بقى؟ ما أنا هقول لحضرتك على حاجة. يعني مثلا مثال، احنا عندنا في غير المعينين في أجزاء استشاريين أنا بضطر أعينهم لأسباب معينة. يعني طبعا. مثلا حضرتك مشروعات زراعية متخصصة لازم محتاجة تدريب فني متخصص، لازم أجيب لها حد فني متخصص. نعم. إحنا مش هنفهم فيها قد الفني المتخصص، وبالتالي لازم يكون هو موجود وبيسند. لكن أنا عندي كافة التخصصات، لأن إحنا عندنا قسم إعلام، عندنا قسم دعم المعلومات، عندنا يعني كافة الأقسام، طبعا الإقراض وبالتالي في ائتمان، كل التخصصات يا فندم موجودة عندنا. طيب أنا واتنين شباب عايزين نعمل حلاقة، كشك حلاقة ولا محل حلاقة عندي في المركز الصغير اللي أنا قاعد فيه في أي محافظة، ده مطلوب له إيه؟ مبدئيا أنا عايزة برضه أقول لحضرتك على حاجة، عشان حضرتك قلت حاجة مهمة قوي. موضوع أنا في المركز، وأنا إحنا الفترة الجاية بإذن الله مستهدفات الصندوق هي عبارة عن مستهدفات تستهدف الوصول إلى 26,000 ناجعة، ودي مشكلة. لأن أنا عندي 31 مركز. أنا بدأت في المركز أهو.
بالظبط، يعني ما اروحش للنجح. انا بوصل لحد النجوع كمان. هتيجي تقولي لي ما انا الحلاق وانا اللي عارف الراس باخد فيها 15 جنيه، هتقولي دراسه جدوى ايه؟ ده حلاق. مفيش بقى في الوقت ده يا فندم بيحصل ايه؟ في مندوب من الصندوق الاجتماعي بينزل وبيشوف ده على ارض الواقع، يعني ده حلاق فهو شايف الكلام ده، بيقدر يعمل حاجه زي ما نقول ايه؟ كشف مقاومات، كشف مقاومات ايه اللي موجود عند الراجل ده جوه المحل، معايشه يوم مثلا قاعد معاه او يومين بيشقر عليه، بيكتب لك التقرير، بيكتب لي تقرير، بيرفع لي التقرير. دي مش دراسه جدوى بقى بالمفهوم اللي حضرتك بتقوله، مش محتاجه دراسه. احنا عندنا في دراسات جدوى بتبقى ورقه. ده حلاق ومعروف والدنيا بتمشي. عشان كده زي ما حضرتك قلت، طريقه التعامل مع المشروعات الصغيره هي حسب حجمها. طيب ما ينفعش لو جالك الشاب الحلاق وعايز 50,000 خلاص بقى، وانت اتاكدت انه الدنيا هتمشي معاه وهيرزق، بتمضي له على طول ويصرف الفلوس؟ بيصرفها من عندك ولا بتبعتيه بنك؟ لا، ما هو انا هقول لحضرتك على حاجه، زي ما انا قلت لحضرتك انا عندي 31 مكتب. نعم. واحنا عايزين نغطي 26,000 نجع. نعم. مضطره اتعامل مع البنوك مش عشان حاجه، عشان دي تكلفه رهيبه ان انا افتح في كل مكان، فمضطره ان انا استعين بفروع البنوك. فروع البنوك احنا عندنا حاليا في حوالي 1800 فرع لبنوك بتتعامل معانا مع الصندوق الاجتماعي، يبقى ال 1800 زائد ال 31 مكتب، ده غير بقى كمان الجمعيات الاهليه. طب انا هقطع العريض، انا الحلاق وجيت لحضرتك ونزلت الموظف من عندك وقال لك زي الفل امضي له، مضيتي لي على ال 50,000، بتديني جواب بتقولوا لي روح لمثلا 100 غم بنك كذا اصرف على طول؟ لا يا فندم، هو طالما جالي انا بموله، انا مباشر بموله، انا اقدر امول مباشر. لا، نفترض لو انا هروح للبنك، انا بس علشان اتكلم هنا على الحلقه الوسيطه. تمام. البنك هنا بيتداخل معايا، بيفرض عليا رسوم، بياخد كذا. طيب انا هقول بقى لحضرتك، ما ده الحمد لله، الحمد لله. احنا حاليا كافه التعاقدات اللي معموله مع البنوك هي تعاقدات منمطه بشروط واليات محدده، وبنراجعهم فيها ولا يمكن انه يغير في شكل او في شروط الحصول على القرض. وبالتالي اصبح النهارده في مراجعه، بيجي لي شكاوي، مش هقول لا، بس ما هو بنتعامل معاها. يعني اقصد ما خدش اجابه. اتفضل. ال 50,000 هصرفهم من البنك الاهلي فرع 100 غمر. تمام. هروح اقف على الشباك مفتوح لحساب، ولا هروح بجواب من حضرتك يديني ال 50,000 وانا واقف وامشي؟ لا، هتروح حضرتك للبنك هيقول لك شروط ال 50,000. ما احنا زي ما اتفقنا. إيه؟ مش انا مضيتها معاكي وخلصت العقد؟ لا، خلصت معايا، يبقى انا اللي هدي لحضرتك المبلغ. طيب تمام. هتقولي لي الا في للبنك. حاله الا في حاله حضرتك توجهت الى فرع البنك من الاساس. ما هو انا دلوقتي عندي نوعين من العملاء. عميل بيجي لي انا مكتب الصندوق، ال 31 مكتب، ال 31 مكتب حضرتك على ال 28 محافظه. بالظبط. او يروح لبنك يقول له انت عندك فرع للصندوق الاجتماعي؟ لا، بيروح للبنك. البنك ده بيبقى معروف ان هو بيتعامل مع الصندوق الاجتماعي. نعم. احنا عندنا دلوقتي حوالي 12 او 13 بنك بيتعاملوا معانا، مغطين الجمهوريه كلها. ماشي، يبقى النموذج الاول احنا عرفناه ان انا بتعامل مع حضرتك، يا اما حضرتك بتتعامل معايا كصالون حلاقه. بتيجي بنصرف القرض من عند الصندوق. طيب. رحت للبنك بقى هيقول لي ايه؟ حضرتك بتروح للبنك، احنا بنوزع شرايح على البنوك وفقا واستخداماتها. بيحصل في بعض الاوقات، انا هو بقول لان انا عارفه ان في شكاوي بتيجي، في بعض الاوقات بيكون الصرف في البنك لسه ما كملش قوي لاخره، فما خدش شريحه تانية، فيحصل مثلا عطله يومين ثلاثه. هي دي بقى الجزء اللي الناس. انا لما بقدم البنك هيقول لي خلاص انا هبعت طلبك للصندوق؟ لا. فالموظف هيجي لي من البنك ولا من عندك يشوف محل؟ لا، هو بيخلص كل حاجه. البنك هو اللي بيعاين وبيراقب كله. طب هياخد رسوم مني؟ رسم معينه حضرتك هي نفس شروط الصندوق، لان انا بحظر عليه ان هو يحط شروط اخرى غير شروط. طيب. الصندوق 50,000 هتاخدهم 50,000؟ 50,000 هتاخدهم 50,000، بس ثانيه واحده، مش كل واحد بيطلب 50,000. لا، بيبقى يحتاج 50,000. لا، الرقم اللي حضرتك وافقتي لي عليه كصندوق بصرفه كما هو بالظبط، ولا 2% علشان البنك المركزي، 1%؟ لا لا، مفيش. بتصرف حضرتك ام محمد؟ لا لا، الدراسه زي ما هي معموله بنصرف. خلينا نتفق على حاجه، البنك ملوش اي مصلحه انه يقلل من احتياج صاحب المشروع والا هيخليه. لا، هيخليه يخفق. ما احنا خلينا نتفق على حاجه، هل البنوك عايزه العملاء عندها متعسرين؟ ما البنوك لما جات لها فلوس المعاشات، اصحاب المعاشات حبوا يخنصروا منها. ما يعني مفيش. انا اشتغلت في المشروعات صغيره ومتوسطه في البنك الاهلي، كانت بعيدا عن بنك يعني بعينه، بس انا قلت لان حضرتك بتعامل مع 13 بنك مش مطلوب نذكرهم. بس انا بتكلم في ان انا بوصل لمرحله، هو هدف الفقره ايه؟ شاب قاعد دلوقتي شوف عنده مشروع،
لازم اقول له يا اخوانا ان عقليه الاداره الحكوميه اتغيرت. خليك بريء، اكتب دراسه جدوى، حتى لو محل حلاقه، حتى لو كشك، بس تضمن انه يجيب لك قرشين وعدي على الصندوق، قول لهم والله في كذا كذا كذا، يدوا لك الفلوس، اعمل مشروعك اشتغل. عندي اسئله كتيره وحضراتكم هتتواصلوا معايا بالتليفون، بس لازم نطلع فاصل. الشواف قال لي كده. ستات كتيره في مصر بتحاول تحقق ذاتها وبترسم خطوط حياتها بايدها. ستات كتيره في مصر مش معروفين، بس لكل واحده منهم قصه، اولها تحدي واخرها نجاح، وكل قصه بتبتدي بحلم.